السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. وصفتنا لليوم وصفة مميزة وسهلة وطيبة وبحبوها الصغار قبل الكبار، وهي وصفة البانكيك. مثل ما بتعرفوا البانكيك هي وصفة أصلها أمريكي أو إنجليزي، ومعناها الكيك اللي بنعمله بالطواي أو بالمقلاي. أكيد كتير مننا لقوا هالوصفة وحبوها كتير بصلصاتها المختلفة. اليوم رح أقدم لكم إياها بطريقة مميزة وسهلة، إن شاء الله رح تعجبكم كتير. خلينا نروح مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. لتحضير البانكيك الأمريكي رح نحتاج كاستين طحين أو ما يعادل 250 جرام، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة كربونة، ربع معلقة صغيرة ملح، وربع كأس سكر، ورح نحتاج كمان ظرف فانيليا. بالنسبة للمواد السائلة رح نحتاج بيضة وحدة وكاسة ونص حليب الزبدة، أو إذا ما متوفر عندكم حليب الزبدة ممكن نستخدم الحليب العادي، وزبدة سائلة وربع كوب زبدة عادية. أنا عم بستخدم هذا النوع. للتزيين رح نحتاج صلصة فواكه، أنا رح استخدم هاي الصلصة، هي صلصة كثيفة وفيها كرز وتوت مشكل. اللي ما له متوفر عنده هاي الصلصة فيه يستخدم المربى. وكمان رح نحتاج ظرف كريمة العادية اللي نستخدمها مع الجاتويات، رح أخفقها مع نص كوب ماء بارد وأتركها في البراد لتبرد وبعدين نستخدمها. رح نجيب صحن غميق ونبلش ننخل الدقيق أو الطحين، لأني ما بدي المزيج يكون فيه تكتلات، بدي أحصل على ملمس ناعم. رح ننخل بقية الطحين ورح أضيف إلهم البيكنج باودر والكربونات والملح. هلا رح نضيف السكر ونمزجه مع الطحين وبقية المكونات. خلصنا هلا من المواد الجافة، هلا رح نبلش بالمواد السائلة. رح نضيف الزبدة، الحليب، والبيضة،
ونضل نحرك المزيج مع بعضه. خفقت الايد او اذا عندكم خفقت الكهرباء كمان بصير لبين ما نحصل على مزيج متماسك. لازم حرك منيح لبين ما تختفي كل الكتل اللي عندي. هلا رح اضيف زرف الفانيليا. كمل تحريك. صار عندي هيك المزيج جاهز. تخلصت من كل التكتلات الموجودة فيه. رح نجيب مقلاية صغيرة ونحط فيها حوالي نص معلقة زبدة سائلة. وبعدين نجيب الكفكير ونحط أقل من كمية الكفكير بشوي بالمقلاية. لما تستوي عندي من الطرف الأول رح أقلبها على الطرف الثاني. أنا هيك استوت عندي من الطرفين وصارت جاهزة. رح أعمل قدامكم وحدة تانية عشان كمان تشوفوها مزبوط. بدنا ننتبه هون على الحرارة تبعت المقلاية. ما لازم نرفع درجة الحرارة كتير، لازم تكون على الواطي عشان ما يحترق معي عشان يستوي مزبوط. انا خلصت الكمية كلها، طلعوا معي حوالي 10 اقراص. هلا رح نبلش بتزيين البانكيك تبعنا. انا سبق وخفقت الكريمه، تركتها بالبراد تبرد حوالي نص ساعه. هلا بحط طبقه كريمه، كريم شانتيه. وبعدها بنحط مسلسة الفواكه. رح ارجع احط طبقة تانية من البانكيك وارجع كمان ضيف عليها الكريمة. طبعا مثل ما قلت لكم بالبداية هاي بترجع لذوق المشاهد. في ناس بحبوا يحطوا قشطة، وفي ناس بحبوا يحطوا عسل، في ناس بحبوا يحطوا صلصة الشوكولا، كل واحد حسب رغبته.
طبعا كمان بالنسبة للتزيين حسب الرغبة، أنا رح أحط 5 طبقات وعبيهم كريمة وصلصة. إذا بتحبوا كمان فيكم تحطوا طبقة واحدة أو تحبوا طبقتين، يعني كل واحد حسب رغبته أو حسب المناسبة اللي عنده. انا عم بحط اخر طبقه من الصلصه. رح اوزع كمان شوي من الصلصه على الطبق عشان يطلع شكله حلو. فيكم كمان تزينوها بالسكر المطحون. انا حبيت احط عليها عرق ريحان. هيك صار طبقنا لليوم جاهز. طبعا الافضل تحطوها بالبراد حوالي 3-4 ساعات عشان تمسك مع بعضها منيح. بس بصراحة مدام الاولاد موجودين في البيت فما رح يخلوها ترتاح في البراد، رح يهجموا عليها وياكلوها. بتمنى تجربوا الوصفة وتفاجئوا فيها ضيوفكم. مثل ما شفتوا سهلة وسريعة. وأنا متأكدة إنه رح تعجبكم، لأني مثل ما شكلها حلو طعمتها لسه أطيب. وألف صحة وهنا. اللي ما اشترك بالقناة لحد الآن ياريت يروح يشترك، واللي حب الوصفة ياريت يشاركها مع أصحابه. لا تنسوا تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل جديد. وبشوفكم دايما دايما على خير، والسلام عليكم.